الأذن الوطية من المشاكل المحرجة لكتير من الشباب أو البنات، اللي هي تعتبر من العيوب الخلقية الناس بتتولد بيها. علاجها بسيط، بيتم تحت المخدر الموضعي في إجراء لا يتعدى ساعة تقريبا، بيقدر بعديها المريض بساعتين يمارس حياته الطبيعية، بيخرج ويروح ويجي. بتعدي مراحل التورم أو التئام، بياخد خلال أسبوع، بيكون 90% من الشكل اختلف تماما. تمام. طب هل هي علاج مؤقت ولا علاج دائم؟ لا، هو علاج دائم، ما بيتسيبش أثر الجروح، بيتم زاوية الحركة فترة بسيطة قوي من خلال الجرح، بيبقى في خلف الأذن مش باين، ويقدر على العكس يمارس حياته ويحلق شعره عادي، وما يداريش العيب ده بالكاب أو بأي